اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربع المملكه لنهار اليوم الجمعه. غادي تميز الطقس نسبيا حار بالجنوب الشرقي وبداخل الاقاليم الجنوبيه مع انتشار سحب منخفضه مع كتل من الضباب المحلي في بعض المناطق الساحليه خلال الليل والصباح. غادي تمركز بعض السحب غير المستقره المصحوبه بزاخات مطريه واللي غادي تاخذ طابع رعدي محليا فوق مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبيه الشرقيه. الاجواء غادي تكون في غالب الاحيان غائمه مصحوبه ببعض الزخات المطريه المتفرقه وذات الطابع العاصفي احيانا باقصى جنوب الاقاليم الصحراويه. عدا ذلك غادي يبقى الجو هادئ مع سماء قليله سحب الى صافيه بباقي جهات المملكه. بالنسبه للرياح ستهب ضعيفه الى معتدله من القطاع الجنوبي بسفوح الجنوبيه وضعيفه الى معتدله من القطاع الشمالي بالجنوب والسهول الساحليه الشماليه ومتقلبه الاتجاه في باقي المناطق. بهذا كنختم معكم النشره الجويه. كنشكر لكم طيب المتابعه. في أمان الله.